أولاً، من غير المقبول الاستمرار في نهج التجاهل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216، ومواصلة التعنت في الانخراط بشكل بناء بالعملية السياسية، إضافة لمحاولات تغليب المطامح والمصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعب اليمني. ثانياً، لا يمكن القبول أو التهاون في استمرار الهجمات الصاروخية الباليستية على دول الجوار. تجدد دولة الكويت إدانتها وبأشد العبارات لهذه الهجمات الصاروخية الباليستية من قبل جماعة الحوثي على أراضي المملكة وتهديد دول الجوار. دولة الكويت تؤكد مجدداً بأنه ليس هناك حل عسكري للأزمة، إنما هو حل سياسي مرتكز على المرجعيات السياسية الثلاثة، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216.